صباح الأنوار لكل من انضم إلينا لمشاهدة ومتابعة قهوة الصباح. مشاهدينا الأحبة، وأهلا وسهلا بكم مجددا. شخصيا أعتبر بأن المتحف هو فهرس الدولة، فعندما تزور متحف في دولة معينة ربما يكون هذا هو فهرس لهذه الدولة، ينقل لك كل تاريخها من البداية وحتى الآن، وأيضا خططها المستقبلية. إلى متحف بيت الغشام للحديث حول يوم المتاحف العالمي أو اليوم العالمي للمتاحف مع الزميل عبد الله بن عامر اللويهي. صباح الخير يا عبد الله، ولك الكلمة والصورة. صباح النور محمد، وصباح الخير أيضا لخديجة ولكل المشاهدين من هنا من متحف بيت الغشام بولاية وادي المعاول. ونبدأ مباشرة يعني أخوي محمد من حيث يعني انتهيت، وهي دائما المتاحف في مختلف دول العالم تمثل حقيقة المرآة الحقيقية للشعوب والمجتمعات، ما بالك بسلطنة عمان التي تعد متحف متكامل من أول مسندم حتى آخر شبر في محافظة ظفار، نظرا للإرث الذي يعني تحظى وتتميز به سلطنة عمان في مختلف المجالات. يأتي اليوم العالمي للمتاحف حقيقة ليسلط الضوء على الأدوار التي تقوم بها هذه المتاحف، وما أكثرها حقيقة في سلطنة عمان التي تقدم صورة للحضارة والتاريخ العماني العريق. واليوم أيضا مثل ما تفضلت وذكرت أن المتاحف لم تعد فقط لعرض المقتنيات أو عرض يعني التحف القديمة، وإنما باتت أيضا يعني منظومة شاملة ثقافية اجتماعية سياحية، وبالتالي هي المرآة التي من خلالها السائح والزائر يستطيع أن يأخذ الصورة الكاملة للبلد التي يزوره. مثل ما ذكرت الآن نحن هنا في متحف بيت الغشام بولاية وادي المعاول، والحديث عن هذه المناسبة وكيف يمكن أيضا أن تقوم المتاحف بهذه الأدوار لتكون بالفعل يعني أيقونة ثقافية اجتماعية سياحية. ومعي في هذه الدقائق الأخ حمد بن سعود البوسعيدي من إدارة متحف الغشام أو متحف بيت الغشام بولاية وادي المعاول. صبحك الله بالخير أخ حمد، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بكم في متحف بيت الغشام، وأهلا بالجميع. خلينا نتحدث الأخ حمد عن مناسبة اليوم العالمي للمتاحف حقيقة التي احتفل العالم من خلاله بالأدوار التي تقوم بها المتاحف لنقل الصورة أو الواجهة لأي بلد، يعني أهمية إقامة أو تخصيص يوم لهذه المتاحف. نعم، جاء تخصيص يوم لهذه المتاحف أو اليوم العالمي للمتاحف، كون المتاحف أصبحت ذات أهمية كبيرة في جميع البلدان، وهي مرآة تعكس للزائر تاريخ وثقافة وبيئة المنطقة وبيئة السلطنة بشكل خاص. فتخصيص مثل هذا اليوم هو تسليط الضوء للمتاحف وما تحمله من أهمية في نشر المعرفة ونشر التاريخ العماني. طبعا جزء مهم جدا من الزائر لأي بلد كان يعني يخصص يعني وقت للمتاحف التي من خلالها تعكس الصورة لذلك المجتمع، تاريخه، حضارته، نمط حياته ومعيشته وغيرها من التفاصيل التي تكون أو تتكون لدى الزائر والمقيم من خلال المتاحف. نعم، هي أصبحت مرآة تجذب السائح، وتجذب أيضا هي مكان مخصص أيضا، أو مكان أصبح أو بيئة مناسبة لطالب العلم أيضا للتدارس لكسب بعض المعلومات، سواء كانت معلومات تاريخية أو معلومات تراثية أو معلومات ثقافية وبيئية أيضا. سلطنة عمان الأخ حمد الحمد لله زاخرة بمختلف الجوانب التي خلنا نقول بأن السلطنة من أقصاها إلى أقصاها هي عبارة عن متحف متكامل، نظرا إذا تحدثنا عن الجوانب التاريخية، الآثار، حتى الطبيعية أيضا التي الأماكن الطبيعية التي تزخر بها هذه البلد. كيف يمكن أن نستفيد من هذه المناسبات حتى نؤكد يعني دور ومكانة السلطنة، وأن السائح لما يأتي أو الزائر لما يأتي إلى هذه البلد يعني يجعل من 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 وجوده طبعا خلنا نقول ترويج لمكانة ودور السلطنة حتى يعني نعظم فائدة هذه المتاحف. نحن في السلطنة عندنا يمكن المتاحف متنوعة، وكل متحف له اختصاصه وله تاريخه وله جوانبه بشكل مختلف. بالإمكان أن تكون أو تخصص بعض المتاحف، هي عبارة عن معارض وليست فقط متاحف، ودمج بعض الثقافات المختلفة وبعض الأنشطة المختلفة.
فبالإمكان ما يكون المتحف فقط متحف لعرض المقتنيات، وإنما عبارة عن معرض ثقافي أيضا أو شامل، نعم، أو معرض بيئي أو معرض متنوع ويشمل عدة جوانب، بالإمكان الزائر أو السائح أن تكون جولته في هذا المتحف، والخروج من المتحف بمعرفة كبيرة في مجالات مختلفة. يمكن هذا ما نلاحظه أخي حمد هنا في متحف بيت الغشام، التي يعني رغم صغر أو خلنا نقول المدة الزمنية لتحويل هذا البيت إلى متحف، يعني إدارة المتحف أرادت أن يكون هذا المتحف شامل، ليس فقط لعرض المقتنيات، وإنما بيئة تعليمية، بيئة ثقافية، بيئة اجتماعية وسياحية في نفس الوقت. نحن والله الحمد في هذه السنة كملنا السنة الخامسة منذ افتتاح المتحف، وجاءت فكرة المتحف على أن يكون ليس فقط لعرض المقتنيات أو عرض قيمته التاريخية، وإنما أن تكون أيضا أو يكون الزائر من خلال جولته في هذا المتحف أن يستفيد في معظم المعلومات الأخرى. أصبح بالإمكان في المتحف خاصة لمدارس أو طلاب المدارس، ونحن ما نهتم كثير في طلاب المدارس بشكل خاص، أن تكون ليست هي جولة فقط، وإنما أيضا خصصنا قاعة متعددة الأغراض بالإمكان من خلالها نشر المعرفة، أو تكون من خلال هذه الزيارة أن تدرس حصة من الحصص في أرجاء المتحف. هذا ما لاحظناه خلال الفترات الماضية، أنه يعني بعض الحصص لبعض المناهج أو المناهج، نعم، تم تدريسها هنا. نعم، وأيضا بعض المؤسسات المجتمعية هنا أيضا بشكل مستمر عندنا في المتحف، ما تكون هناك زيارات، وأيضا تكون بعض الورش من خلال هذه القاعة، واستخدام هذه القاعة بشكل متعدد، سواء كانت هي ورش تعليمية أو ورش تدريبية وغيرها من الورش. والله الحمد قدرنا نستقطب كثير من المؤسسات في واستخدام مرافق المتحف للاستخدام الثقافي أيضا. ربما أيضا يعني ما ذكرته الأخ حمد، أنه هذا المتحف أيضا أصبح أيضا نقطة ارتكاز لطلبة البحث العلمي والدراسات من خلال إجراء البحوث والدراسات، لأنه يعني حقيقة تركيبة هذا المتحف، البناء وهندسة المعمارية، أصبحت بيئة جاذبة أيضا للباحثين لتنظيم دراسات هنا. نعم، أصبح للدراسات العليا أصبح لنا زيارات أيضا لبعض المؤسسات التعليمية، ومن خلال هذه الزيارات هي عبارة عن زيارات تعليمية ودراسة بعض الأمور الهندسية أو الهندسة المعمارية هنا في المتحف، ودائما ما تكون هناك زيارات طلابية في هذا المجال أيضا، ليس فقط في الدراسات المعمارية وإنما أيضا في دراسة التربة في كسبيل المثال، وخصصنا ركن هنا لمشروع تخرج لطلاب من جامعة السلطان قابوس، وهو دراسة التربة وأنواعها وطبقاتها وألوانها في سلطنة عمان، ونعرض مجموعة ما لا تقل عن 20 نوع من التربة الموجودة في سلطنة عمان بمختلف الولايات. وما لاحظناه من هذا الركن أن السائح الزائر لعمان ما تجذبه هذه التربة أو هذا التنوع الكبير في سلطنة عمان، سواء كانت في التربة أو سواء كانت في الثقافة أو المعالم التاريخية المتنوعة في السلطنة. إضافة إلى المكان اللي نحن فيه طبعا، المكتبة المتكاملة التي يعني أيضا خصص لها ركن في هذا المتحف، إضافة إلى طبعا قاعة القراءة والاطلاع، المسرح الموجود. إذا نقول بأن يعني المتحف أصبح يعني بيئة متكاملة، سواء كان ثقافية، علمية، اجتماعية، بيئة جاذبة ليس فقط لعرض المقتنيات. نعم، للمتحف ليس فقط لعرض المقتنيات، وإنما خصصنا بعض المرفقات في لجذب الأنشطة الثقافية. في القاعة اللي نحن الحين فيها هي عبارة عن مكتبة عامة، بالإمكان الزائر ليست فقط هي عبارة عن جولة سريعة، وإنما بالإمكان استخدام هذه القاعة للقراءة وللمذاكرة وتصفح بعض الإصدارات المختلفة. أيضا المسرح خصصنا ما لا يقل عن 1000 زائر بالإمكان يستوعب هذا المسرح، وخصصنا لبعض الأنشطة المسائية
بالتعاون مع بعض الجهات الخدمية أو الأهلية، الأندية الأهلية وغيره من جمعيات وغيره من جمعيات الولاية وفرق أهلية هنا في الولاية. ولله الحمد قدرنا أن تشغيل هذا المسرح وعمل مختلف الأنشطة في هذا المسرح. إذن نقول يعني مناسبة اليوم العالمي للمتاحف ومع هذا التوجه بأن تكون المتحف بالفعل صورة يعني مشرقة لما تزخر به سلطنة عمان من مختلف الجوانب الثقافية العلمية وغيرها، وربما هذا المتحف طبعا متحف بيت الغشام هو نموذج لمثل هذا التوجه. حقيقة احنا نأمل يعني ان يعني يكون التوجه في مختلف المتاحف بهذه الصورة حتى بالفعل تكون هناك يعني الفائدة كبيرة من زيارة هذه المتاحف. إذا محمد طبعا هذه جولتنا هنا في متحف بيت الغشام بولاية وادي المعاول، والحديث طبعا بهذه المناسبة ومناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف أكيد أنها جولة ماتعة، وأكيد أن الزائر سيكتشف الكثير والكثير من خلال زيارته للمتاحف أو لمتحف بيت الغشام هنا في هذه الولاية العريقة. الأخ عبد الله بن عامر اللويهي، أنت وفريق العمل معك شكرا جزيلا لكم على هذه التغطية الطيبة. إذن هي المتاحف أو المتحف بشكل عام هو جسر العبور الثقافي بين الزائر والبلد الذي يقطن أو يزوره، وهو أيضا حتى للمقيم ولصاحب البلد بإمكانه أن يزور المتحف ويتعرف على إرث أجداده وتاريخهم العريق. إلى الخط العربي ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا.